الأول. ما فيش مشكلة. طبعا شربات. السلام عليكم، معكم يونس من قرية بو محمد. والمشروع ديال الكافي صراحة الله جاتني الفكرة تقريبا واحد سنة دابا، ولقيت الصراحة لقيت ناس يتجاوبوا معايا غير بعض المسائل اللي شوية عندنا مضايقات شوية من بحال ما عندناش حاجة تحمينا، فهمت، خاصة كنطالبوا بشي رخصة يعطيونا رخصة ونطبق علينا واحد القانون اللي يحمينا ويحمي. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.